في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببدو البحري من الإطاحة بجماعة إجرامية تقوم بتنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر، تعود وقع القضية إلى بلاغات تقدم بها مواطنين حول فقدان الاتصال بأشخاص من عائلاتهم وذويهم كانوا على متن قارب للهجرة غير شرعية عبر البحر. بعد تنشيط عنصر الاستعلام من طرف أفراد الفرقة تبين أن الأمر يتعلق ب 22 شخص خرجوا يوم 11 جوان 2023 على متن قارب واحد من ساحل قبالة بلدية بودو البحري على الساعة 2 صباحا، من بينهم طفل قاصر. مباشرة تم فتح تحقيق معمق لمعرفة مجريات القضية، حين تم توقيف 5 أشخاص متورطين في عملية تنظيم الهجرة غير شرعية الذين اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، فيما يبقى 20 شخص مفقودين في عرض البحر ونجاة شخصين 2. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.